Yesterday I fell asleep at night. I woke up in the spaceship traveling at the speed of light. Everything feels so misplaced. The sky is in. السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعين قناة خديجة أم فاتي. مرحبا بكم معايا فيديو جديد اليوم. إن شاء الله غادي نبارطاجي معكم هاد البيتزا اللي ديجا حطيتها في الستوري ديال القناة وجاني بعد تعليق قالك ورينا كيفاش درتي ليها لأنه حضرتها في هاد المقلات هادي عادة ديال المسمن مع الأسرار ديال لي باط اللي كتجي ناجحة 100% وكتجي زوينة بحال ديال المحلات على برا. غادي تشوفوها معايا المكونات هي بسيطة جدا كي تشوفوا معايا محمرة وغزالة يا البنات يعني كتجي ما كاينش بحالها. شكرا لكم على التفاعل، شكرا على الاندماج في القناه، شكرا على كل شيء منكم. تنقول لكم مرحبا بكم كاملين الناس القدام دار دارهم نجدد، تنقول لهم مرحبا بكم. ما تنساوش تضغطوا على الجرس كيوصلكم كل جديد ديالي فضلا منكم وليس امر. وشكرا لكم وعواشر مبروكه. كي تشوفوها معايا كتجي غزاله غير تبعوا الطريقه وكتوجد في الساعة في الساعة، ولكن كتعاونكم هذه المقلات البنات اللي هي بلا يعني عادة كيف قلت لكم كنوجدوا فيها المسمن او الملوي، فديروها فيها اللي عندكم كتجي غزالة بسم الله على بركة الله. المقادير عندي، عندي هنايا مقدار من الدقيق الفينو وعندي نص المقدار ديال الفورص والمعلقة ديال السكر، شوية ديال الزعتر محكوك، 4 كاس ديال زيت الزيتون الا بغيتو ديروا الزبدة لكم الاختيار، والماء دافي باش غادي نعجنها ان شاء الله، والملح حسب الذوق، واحد نص خمارة اي 4 غرام ديال الخميرة ديال الحلويات كيف كتشوفوا معايا. وغادي ان شاء الله نزيد هذيك الخميرة ونزيد هذاك 4 كاس ديال زيت الزيتون، بغيتو ديروا الزبدة لكم الاختيار، ونرملها نبسبسها مزيان بهذاك الزيت، عاد غادي نعجنها ونخلطها بالماء يكون دافي يعني الطريقة اللي عادية، ونرجع معكم ان شاء الله. هنا ضروري من ما تلبسوا هذاك الدقيق بهذاك الزيت او الزبدة اللي كتفضلوا نتوما، هكا تجي زوينة بزاف. ومشيو ان شاء الله نتعرفوا على المقادير، فكتجي كيف قلت لكم غزاله ها نتوما، يعني كنحاولوا نلبسوا هذاك الدقيق مزيان. من بعد ما عجنتها خلطتها هكا غادي نلفها واحد الكيس بلاستيكي ونخليها حتى تخمر. سير النجاح ديال البيتزا هو اللي باط خاصها تخمر البنات، او العجين خاصها تخمر. هنا عندي الحشوه كي تشوفوا معايا، عندي هنا شويه ديال الكفته اللي شحرتها مع شويه ديال الابزار وشويه الملحه وزويتها. هنا عندي صوص طوماط اللي حضرته منزلي، هنا عندي البصله شهد تقريبا بصله كبيره اللي هي مشنفه ونزلتها طابت. هنا عندي جوج حبات ديال الفلافل حمراء وخضراء قطعتهم دواور رقاقه البنات، ما ديرهم شغلات باش ما يجيوناش يعني ما هما زوينين. هنا عندي الزيتون الزين زيتون الكحل، هنا عندي الفرماج الاحمر والدقيق باش غادي نقرص هذيك العجين او نبسطها صافي، والمقلات ديال الملوي. هنا العجين بعد من بعد ما خمرات خليتها بقات انا شي 15 دقيقه صافي وخمرات. غادي تشوفوا معايا تلفها بهذا الكيس بلاستيكي باش يعني كتفاعل لينا. ها انتم البنات شوف كيفاش كتبان يعني خامره مزيان، يعني هذه هي لي باط الحقيقيه ديال البيتزا اللي كتنجح بها كيف ما كيديروا صحاب المحلات ديال البيتزا. هاد المقلاه البنات كتكون ما عندهاش الحاشيه فراه زوينه، ديروا فيها الصراحه البيتزا كتجي محمره مزيان احسن من اي صينيه او طاوه اخرى صراحه. انا كلشي عندي ولكن هاد المقلات فراها كتجي زوينه بها، كتجي بحال ديال المحلات ديال اصحاب بيتزا. غادي نخرج الهواء من هذيك العجين ونكورها لانه انا درتها يعني بعائليه كي تشوفوا راه كانت كبيره، بيتزا عائليه كبيره ما شاء الله يعني كبيره كما تنقولوا. غنجيب دلاك وغادي نبسطها بالطريقه هذه باستعانه الدقيق، ما غاديش ندير ليها الزيت ولا شي حاجه، غادي ندير لها الدقيق ديال الفينو باش كتجينا مقرمشه. ضروري تبسطوها بالدقيق ديال الفينو بحال ديال البيتزات اللي كناخذوها من المحلات، هذيك البيتزا اللي كتكون صح مزيانه صافي. كنبسطها هنايا مزيان يعني نحاولوا نرقوها لانه راه فيها الخميره كتخمر
والسير البنات ضروري خصها تخمر، راه على ما خمرتش كتجي لي باط ديال البيتزا فريه. كي تنقول لكم دائما البيتزا لي باط هي كتكون خامره ومخدومه مزيان. من بعد ما بسطتها راه كبيره ما شاء الله، كتولي نعت السمك هذا، العجين خفيف وسهل الخدمه. صافي غادي نهزها ونحطها في هذا المقلات كيف كتشوفوا معايا، ما مدهونه ما حتى شي حاجه لانه بسطناها في الدقيق، ما محتاجاش ندهنوا المقلات او هذيك المقلات ولا شي حاجه. هزيتها حطيتها هنا كي تشوفوا بسهوله. غادي نجيب الفرشيط ونتقبها كما القاعده. واحد الاضافه اللي زوينه، غادي اول شيء من بعد ما غادي نتقبها غادي ندير ليها الفرماج. علاش؟ هذاك الفرماج كيعطيها التهليكه البنات، كتجي معلكه يعني البيتزا ديال بصح بصح محيد عنا البيتزا ديال يعني ديال غير من الفوق نديرو عليها ونحيدو، لا هذه البيتزا صراحة طريقة راه ايطاليانية، ديال البيتزا ديال ايطاليانية كيما يحضروها القديمة هي هذه. صافي كنطقبها بهذا الشوكات، هذه الفران راني مشعلاه من قبل لانه راني كنطيبها صراحه الفران ديال الغاز. هذه راه كبيره، هذه المقلات ديال كيلو ديال السميد. هنا كيف قلت لكم اول شيء غادي ندير الفرماج، فرماج الحمر المحكوك هو اللي غادي نسبقو الاول اللي كيعطينا تعليكه البيتزا. الا بغيتوها تجيكم مزيانه ديروها الطريقه هذه، ومن بعد عاد غنديروا عاوتاني الفوق، وعاد غادي ندير الصوص طوماط. الصوص اللي كيف قلت لكم محضره منزلي، يعني طحنت طماطم وزدت عليه شويه زيت الزيتون شويه البزار شويه ديال الملح. هذه هي الصوص، ولا كنشريوها جاهزه ما عندنا حتى مشكل. صافي وغادي نوزع هاد الصوص طوماط على الوجه ديال العجين او البيتزا، وغادي نحاول نسرحو مزيان ونزيد المقادير الاخرى المكونات الاخرى. البصله البنات انا طيبتها نزلت باش كتعطينا هذيك لذة، كتجينا لذيذة وكتجي حلوة زوينة. بغيتو ديرو هكا خضرة ديرو، ولكن يستحسن يعني طيبوها. والفلفلة كيف شفتو راني ما طيبتهاش، غير ديروها ضواور رقيقة راه كطيب وكتنزل. كنحاول نوزع هذاك الصوص طوماط على الوجه ديال العجين بالطريقة هذه. كيف كتشوفوا معايا هاد الفرماج من الاول اللي درناه في الاول راه كيعطي التعليكة البيتزا. صافي وكنحاول هكا نوزع على كامل الوجه ديالها، وغادي نزيد البصله حتى هي نوزع على الوجه ديالها بالتساوي. كي تشوفوا معايا البصله حتى نزلت وكتعطي واحد اللذه زوينه، هذه حاجه معروفه في البيتزا. كاين اشكال وانواع، لكن الطريقه اللي هي ديال البيتزا الحقيقيه راه هي هذه الطريقه الطليانيه، عارفين المصدر ديال البيتزا فهي طاليانية صراحة. هذه هي الطريقة الصحيحة وزوينة كتجي، وخاصة في هاد المقلات كتجي زوينة البنات. إلا عندكم شي هذا كتجي زوينة بها، علاش؟ كتحمر وكتجي مقرمشة وزوينة كي شفتو في الأول ديال الفيديو، يعني مرخية هكا ومحمرة بالتحت كيف شفتو معايا. صافي غادي نوزع هاد البصيلة من الفوق كامل على الوجه ديالها، وغادي نزيد عليها الفلفله الحمراء والخضراء. كانت عندكم الصفراء شحال ما درتو شحال ما كتجي مزيانه الفلفله البنات، ربما عاد كتبان لكم راه مرقه رقيقه ضواور رقاق بزاف، باش كتجينا كطيفي سفسه وكتجي زوينه، ما كتجي غليظه وما كتجيش تلهيه. صافي كنحاولوا نزوقوا، مثلا نديروا وحده حمراء وحده خضراء وغادا هكاك. من بعد هذوك الدواور ديال الفلافل غادي ندير فيهم الزيتون كحل، كل الدائره غندير فيها قطعه من الزيتون الاسود، فكيعطينا الديكور زوين كي تشوفوا معايا. وان شاء الله ما نكونش ثقيله عليكم، ان شاء الله يعجبكم الفيديو هادي. ولي كيف قلت لكم الا عجبكم المحتوى ديالي فحاولوا تضغطوا كل مره الجرس كيوصلكم الشعار ديال لا فيديوهات ديالي. شكرا لكم كاملين. هنا من بعد ما درت لها كامله هذيك الفلافل كيف شفتوا كتجي عاطيه منظر رائع، غادي نزيد هذيك الكفته اللي انا شحرت. بغيتوا ديروا الطول لكم الاختيار، او شرائح ديال الديك الرومي او الصدوره ديال الدجاج، فليكم الاختيار. اي حاجه ديروها اللي نتوما كتبغيو. غادي نوزع على فنيات شويه ديال الكفته من الفوق، كفته حتى هي تشحروها مع شويه ديال الابزار وشويه الملح وشويه ديال الزيت، فكتعطي حتى هي كتجي زوينه
صافي هذوك الدوائر ديال الفلافل غادي ندير فيهم هذا الزيتون، قطع ديال الزيتون الاسود كاملين هكا كي تشوفوا معايا، وصافي. والفران كيف قلت لكم شعله من قبل، من بعد ما وزعت عليها درت هذاك الزيتون كحل كي تشوفوا ها نتوما، غادي نديها الفران طيب نص طيبه. ملي غادي تبقى لاخر لحظه عاد غنزيد عليها الفرماش لاخر لحظه، ماشي نص طيبه حتى طيب تماما، نخرجها وتبقى واحد دقيقه ما كاملاش. هنا ها هي طابت، شو صافي هنا رطابت وتحمرات لينا من التحت. يا سلام كيف كتجي راه سخونه، هاد المقلاه راه كتسخونه البنات بزاف، ديروا بالكم معاها. هانتوا بغيت نوريكم من التحت راهي تحمرت كيف شفتوه الاول ديال الفيديو، من التحت محمره. هذه هي البيتزا الحقيقيه، او كتجي زوينه صراحه وكتعجب وليداتي. وغادي نزيد دابا الفرماج ونرجعها للفران كيذوب الفرماج. صافي ها هي جاهزه، راح ديجا دايري الفرماج من التحت وعاد نزيدو من الفوق، كتجي معلكه يا البنات وبنينه لذيذه كتجي. اش غنقول لكم يا سلام، كل تيحب البيتزا غير هي الطريقه اللي زوينه هي هذه الطريقه المعروفه ديالها، راها هي يعني انا قلت بارطاجيه مع انه جاني واحد التعليق قال كيفاش درتي ليها، ربما اسئله على المقلات ولا الطريقه ديال لي باط. راكم شفتوها هي هذيك، انا ما بخلتش عليكم عاوتاني، راني حضرتها لوليداتي وقلت بارطاجيها مع المشاهدين ديالي. صافي هنايا غادي ندي الفران ان شاء الله واحد دقيقه ولا هكاك، صافي نخرجها غير يذوب الفرماج في الساعه في الساعه. هنا ها هي رجعتها دابنا داك الفرماج، ما نخلوش بزاف غير دقيقه صافي ونخرجوها. وغادي نقطعها معكم لانه راها عائليه، غادي نقطعها بالقطعه ديال هذاك الربيع، الصراحه كتسهل عليا وكتجيني مزيان على التقطيع. هذه القطعه ديال الربيع كنقطعها بهذا الشكل هذا لانه راه كبيره ما شاء الله، ما كاتبان لكمش مزيان ولكن راه قد قداش ما شاء الله، يعني عائليه ولا عائل يعني تتقد مع شحال من فرد، كتجي غزاله. وبامكانكم تقدموها في هذا البلا هذا او هذا المقلات، غير تغطيو هذيك ليديات ليدين ديال المقله بالبابي الامينو، ممكن تسربيوها فيه كتجي زوينه، يعني كتبقى حتى سخونه كتبقى شاده لنا ديك السخونه كتجينا مزيانه. غادي نقطعها هكا مثلثات باش تجي يعني العدد هذا باش كتجي الهزه زوينه. ها نتوما ما شاء الله راه سخونه وغزاله البنات، ها نتوما ماشي زعما كنشكر لكم على هكاك، ولكن راه جات رائعه رائعه جدا. ان شاء الله تكتبوا لي في كومونتير وقولوا لي كيف جاتكم، غزاله البنات. صافي كنقطع بهذه الطريقه هذه وكنقدموها وهي سخونه. يا سلام، بقى لي نقول لكم الى فيديو قادم باذن الله، القاكم وانتم في احسن حال واحد. I woke up in the spaceship traveling at the speed of light. Everything feels so misplaced. The sky is at my feet and the ground above my head. I'm landing on a star.